عوده من جديد وفي ختام الاستوديو التحليلي لمباراه الاهلي وحرس الحدود، موعدنا مع الفقره التحكيميه مع الكابتن ناصر عباس وتحليل للحالات التحكيميه للمباراه اليوم التي ادارها الكابتن محمد الحنفي. كابتن ناصر اهلا بيكم، نور الدنيا. تحياتي لك محمد، تحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، تحياتي النجوم الكبار كابتن شريف عبد المنعم، كابتن علامه هوب، كابتن عادل عبد الرحمن، وكابتن كابتن ناصر. اهلا بيك مبروك كابتن ناصر استوديو التحليل، الله يبارك فيك. الله يبارك يا كابتن ناصر. مبروك للنادي الاهلي على المباراه وعلى الدوري، وهارد لك لحرس الحدود، مبروك لكل الدنيا، مبروك للجماهير، الجهاز الفني والاداري ومجلس الاداره برئاسه الكابتن محمود الخطيب، ايضا مبروك للكابتن اسلام الشاطر وايهاب الخطيب وكل القائمين في القناه كابتن محمد، ناس بصراحه مجهود كبير جدا من القناه والقائمين عليها، فده لازم نقوله. خلينا نروح لطاقم التحكيم محمد النهارده محمد الحنفي ونشوف النهارده اداؤه كان ازاي. واحنا قلنا دايما هنا محمد يا علاء يا كابتن شريف، احنا هنا دورنا بنجيب الحالات وبنشرح للناس، بنساعد في تطوير اداء التحكيم. محمد الحنفي النهارده موجود، وطبعا والشاره الدوليه طبعا ما زالت موجوده ومش مشكله، عشان هو بس يعني الراجل النهارده بيلعب مباراه وهم بيكرموه. بس يا كابتن ناصر، هي الشاره الدوليه من 2017 وكان بيريرا عمل نظام وقال لا، الحكم الدولي اللي هو حكم الساحه يرتدي الشاره، اللي مش دولي ما يرتديش الشاره. بالظبط. وده دوري، ده دوري رابطه الانديه المحترفه، دوري نظام. بص يا كابتن محمد، احنا عندنا يا جماعه عندنا في شاره ال11، في شاره الحكام المساعدين، في شاره الفار، واحنا قلنا كل واحد لابس شاره يلبسها في وقتها. يعني انا النهارده بتكلم في دوري المصري احنا 23، يبقى الحكم لما يحط الشاره بلال يبقى الشاره بتاعه السنه اللي هي 23. مش هنقف كتير، ولكن لابد ان احنا عندنا دوري كبير، لابد ان يكون في التزام يا كابتن محمد، ودي حاجات مهمه جدا جدا، الناحيه الاداريه مهمه جدا جدا جدا. بالظبط. الحنفي، وكان معانا عماد فرج اللي هو كان مساعد رقم واحد، وعندنا الراجل ده من الوادي الجديد يا علاء، اخر سنه ليه السنه دي وهو بيتكرم وعمل مباراه كبيره جدا جدا، هو الكابتن احمد نظير، بحييه طبعا احمد نظير، ونادر قمر الدوله، وكان على الفار عمرو الشناوي ومحمود عبد السميع من منطقه اسيوط. انا بس في البدايه برجاوب بعد اذنك، كاس العالم يا كابتن ناصر بعد اذنك بس برجاوب دي واحده. معلش سامحني، سامحني برجاوب بس. ايوه يا كابتن محمد، اول مباراه لعمرو الشناوي بعد ما رجع من كاس العالم. كنت اتمنى ان هو يصفر، تسالني انا اقول لك بقى يصفر، لان الراجل دوت خدوه كاس العالم وهو في الفار علاء، فخلي بالك ان الاتحاد الدولي كل اللي جاي هياخدك تبقى انت معاك رخصه الفار ورخصه الملعب الاثنين مع بعض، الاثنين عشان يبقى عندك فرصه 26 لابد يكون عندك الاثنين. عامل يعني دايما احنا قلنا هنا النادي الاهلي هنا بيجيب الحالات وبيطور وبيدي ثقافه تحكيميه جميله. الحاله الاولى هدف كهربا في الدقيقه 77. نشوف هنا الحاله الاولى، هنا الشحات، هنا اعتراض لاعبي حرس الحدود، هنا بعد الهدف هتبص تلاقي هنا في اعتراض، جريوا على الحكم بيعترضوا يا علاء، وخلي بالك احنا مش بنغير كلامنا يا شريف. هل هنا في مخالفه لمس الكره بالايد على الشحات قبل ما كهربا يسجل الهدف؟ نشوف كده، هنا شحات خد ولف ونزل واخد الكره، وهنا في بيقول هنا الكره جت في ايديه، اولا هي جت في بطنه تمام، وهنا بقول لو جت في ايديه علاء، هنا الايد لو جت في ايديه عندهم قصد، يعني مش مخالفه صريحه، يعني مش ايديه راحت الكره او كانت مجبره جسمه وراحت لزميله اللي جاب الهدف، راحت لزميله، يعني هي لو جت في ايديه، لو بفترض هي جت محمد في ايديه وهي ايده في وضع طبيعي وراحت لزميله وجاب هدف، هدف. ده القانون، ده القانون، ده الفرق ما بين الحاله دي والحاله اللي هي حصلت في الدقيقه 97 اللي الفار جاب فيها الحكم. يبقى هنا هدف صحيح لمحمود كهربا، لان حتى لو جت في ايد حسين الشحات هي الايد هنا في وضع طبيعي ومفيش هنا مخالفه لمس الكره بالايد. الحاله الثانيه بنشوف هنا، بنقول مخالفة لمس الكرة باليد علاء، كابتن شريف، كابتن عادل، كابتن بلال، احراز هدف للاعب في مرمى المنافس مباشرة، مباشرة. نشوف هنا كهربا، هنلاقي هنا الكرة بتصطدم في ايده، ايده مش في وضع طبيعي، ايده في وضع طبيعي وعندهم قصد، ولكن هنا الكونه قال ايه؟ لو اللاعب سجل مباشرة وكان هناك في مخالفة تسبق التسديد، سواء بقى قصد او دون قصد بيتلغي الهدف يا بلال. وهنا كان الفار هنا كان مصحصح لعمر الشناوي، وهنا جاب الحكم، وهنا عشان كده هنا لغى. ده الفرق ما بين الحاله الاولى والحاله الثانيه. الحاله الاولى حتى لو جت في الايد وعندهم قصد
هدف مباشره مفيش مشكله. ثانيه لا، ما ينفعش حد يجيب هدف مباشره من نفس اللاعب اللي بيجيب الكره ويسجلها كابتن محمد. ده الاختلاف ما بين اللاعبين. الحاله اللي جايه وانا هنا يعني الحكم المساعد عماد فارق، يعني واحنا بنقول دايما كابتن محمد احنا هنا بنقول لا، لابد النهارده الحكم المساعد عامل فرق بردك. هنا في الحاله ديت هو هنا يعني بص يا كابتن هنا نشوف احنا بنتكلم على هو حيرني بردك، يعني مره يعمل ديلي سيجنال ومره ما يعملش. دايما بقول يا جماعه من فضلكم خلوا يعني المعيار بتاعكم واحد. هنا رفع على كهرباء تمام؟ تمام. رغم ان هي اللعبه صعبه شويه لانه هو قطع من تحت، ولكن التسلل موجود. بس مش تسلل واضح انك ترفع بالظبط كده. فبنقول ايه؟ طالما عندك البروتوكول خلي اللعب يستمر تمام؟ وادي اشارتك في الاخر. تعال شوف الحاله بعد كده. حاله بيرسي تاو تمام. هنا استنى واستنى واستنى واستنى. وبعدين نشوف هنا بعد بيرسي ما رجع الكوره لسه حضرتك هو لسه ما رفعش. وبعدين عمل ايه؟ هنا بقى هنا تسلل اهو، وهنا كانت واضحه جدا. رفع في الاخر. الاولانيه المفروض كان يعمل الديلي ويمشي اللعبه، هو رفع. بالزبط. هنا استنى. شوف هنا يعني بيرسي فين؟ اوضح كتير. الحاجه الثانيه تمركز الحكم يا احمد، واحنا بنقول دايما يا جماعه لابد ان يكون تمركز، وهنا متابعه مهمه جدا من لجنه كابتن. تمركز هنا المفروض مع اخر تيرم. تمركز هنا هو سابق، جاب الحاله بس مش كل مره ممكن تجيب الحاله وانت في تمركز خاطئ. دي الحاله الثانيه. الحاله بعد كده بنشوف، ودي الحاله اللي مداني يعني بجد مش مبسوط، يعني هذا الحكم بيلعب والمباراه سهله مش فيها مشكله. نشوف اللعبه اللي جايه دي، شوف اللعبه اللي جايه. حسين شحات جاي تماما سليم من تحت، حتى الزاوية الجانبية هتبين. لو هنروح للزاوية الجانبية برجاوي اللي هي من الجنب، هنشوف حسين الشحات جاي منين؟ من الجنب. بس لا أيوة. بس ارجع تاني لحظة التمرير من كهربا. ايوه بس لا مفيش تسلل خالص، جاي من تحت متغطي بثلاث لعيبة سهلة وجاية وراح رافع عليها تسلل. وطبعا دي حاجات عند المساعد، يمكن عندنا مشاكل النهارده في المساعد الاول اللي هو عماد فرج. يلا منطقتي يا كابتن نصر. القاهره كده تمام، القاهره. ودي طبعا الهدف اللي جه، وهنا الهدف. هنا الفار هنا رسم الخطوط، واحنا قلنا قبل طالما الخطوط اترسمت بشكل صحيح نشوف هنا التسلل. هنا القدم الكتف والقدم، وهنا عندنا اللاعب هنا التسلل موجود يعلاء، وهنا الفار تدخل ومش فيش اجتهاد. ما فيش اجتهاد في الحالات ديت الا اذا شفنا الخطوط مش مرسومه بشكل صحيح. محمد مرسومه صح؟ الحاله بعد كده شوف هنا وهنا مخالفه، وهنا ادى الانذار للاعب اللي هو الحرس. ونشوف هنا احنا قلنا هنا بص شوف بس هنا كابتن في فرق، واحنا قلنا هنا اقصى درجات الطهوره اللي هي فيها بطاقه صفراء محمد. ليه؟ لان هو في الحذاء نزل جزء منه على الارض كابتن شريف، والجزء فوق اللي هنا القوه بتقل تمام، وبالتالي هنا ما اقدرش ادي بطاقه حمراء، وهنا الصفر هنا كانت وجوبيه، وبالتالي هنا قرار الحكم كان قرار صحيح بالصفر تمام. شوف الحاله اللي جايه ديت تمام. شيء بشيء يذكر هنا عندنا محمد شريف، ونشوف هنا نفس المخالفه يا علاء. هنا في مخالفه، وهنا ايضا الدخول بتهور، وكان يجب اشهار بطاقه هنا لمحمد شريف، ولكن هو لم يشهر. ولكن بشكل عام قلنا المباراه سهله يا محمد. سعد الاولاني بس عنده مشاكل. بنحيي طبعا النادي الاهلي ولاعيبته وكل اللعيبه، 5 بطولات في موسم، حاجه جميله جدا يا محمد. تحكيم، واحنا ان شاء الله النهارده عاوزين يعني نقول التحكيم محمد، وده مش وقتنا النهارده احتفال، ولكن يعني زي ما وعدت حضرتك وكابتن اسلام وكابتن الشاطر، عاوزين نعمل حاجه عن التحكيم الختام، ونقيم التحكيم بشكل عام يا كابتن. اكيد باذن الله. والموسم القادم محتاج شغل كتير، لان السنه دي حصلت اخطاء بصراحه كارثيه ما حصلتش قبل كده. كابتن ناصر عباس انا بشكرك شكرا جزيلا. شكرا. موسم موفق. شكرا كابتن، وبالتوفيق دايما ليك. شكرا. شكرا جزيلا ليك كابتن شريف عبد المنعم. الف مبروك وبشكرك. مبروك ويوم جميل، وعبال كل الانتصارات اللي جايه باذن الله. يا رب باذن الله. كابتن علاء ميهوب شكرا جزيلا ليك. شكرا يا محمد، ربنا يخليك. الله يخليك يا محمد، والف مبروك على جماهير النادي الاهلي ومجلس ادارته، ودايما ان شاء الله في انتصارات. كابتن عادل
ان شاء الله نزود السنه دي بطولتين كمان او بطوله ان شاء الله. ربنا يكرم ومبروك لجمهور الاهلي ان شاء الله. كابتن بلال مبروك البطوله التتويج الخماسيه ونورتنا وشرفتنا. الله يخليك يا محمد. مبروك طبعا لينا كلنا، مبروك للنادي الاهلي وجمهوره العظيم مجلس ادارته، مبروك هنا للقناه وكل الناس اللي شغالين فيها، مبروك لينا هنا في الاستوديو. الحمد لله يعني الكل في الكل، الحمد لله الكل في الكل. شرف كبير ان اكون موجود ضمن هذه الكوكبه الكبيره من نجوم وكباتن مصر والنادي الاهلي في هذا اليوم التاريخي، يوم تتويج الاهلي بالدرع رقم 43. الف مبروك لحضراتكم، الف مبروك لكل جماهير النادي الاهلي العظيمه في كل مكان. تستحقون التهنئه، تستحقون التكريم، الاحتفاليه اليوم بتسليم درع الدوري في استاد القاهره ان شاء الله باذن الله. لسه البطولات مستمره ولسه الاحتفالات مستمره، ودايما الاهلي معود جمهوره على الفرحه، فرحه شعب مصر دايما من خلال النادي الاهلي. شكرا لحضراتكم والى اللقاء.